أقدم الرئيس السابق لهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة أبا الدكتور علي قعشة أقدم اليوم على إغلاق العيادات الخارجية ومبنى الإدارة العامة للمستشفى بالأقفال، وذلك بهدف تعطيل الشؤون المالية والإدارية من إنجاز كشوفات الراتب وقطع الشيكات للأطباء والممرضين وموظفي المستشفى، الأمر الذي دفع بأطباء وموظفي مستشفى الثورة إعلان الإضراب الكلي عن العمل ابتداء من اليوم باستثناء الحالات الإسعافية الطارئة. الأطباء والموظفون المحتجون أكدوا استمرارهم في الإضراب حتى تلبية مطالبهم وصرف رواتبهم، مطالبين المحافظة والسلطة المحلية بالقيام بواجبهم وتمكين رئيس الهيئة المعين حديثا بقرار جمهوري من مزاولة عمله. بالنسبة للإضراب بسبب عدم صرف مرتبات الموظفين نظرا لعدم تمكين رئيس الهيئة الجديد من العمل، وتوقيع رئيس الهيئة السابق تم توقيفه لدى البنك المركزي بناء على طلب من وزير الصحة تنفيذا للقرار الجمهوري. وأؤكد في حالة استمرار الإضراب أن نفاذ كمية الغسيل الكلوي ستنفذ خلال يومين أو 3 أيام، وستكون هناك كارثة على المرضى. معنا امراض مجعجعين بالمستشفى، ما بوش دكاتره ادوا لهم حقوقهم يعينوا الامراض هذه ما هيش حكومه ولا هذه مواطنه ولا هذه حكومه صالحه.